مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز ادراك للدراسات السيد باسل حفار. اهلا بكم سيد باسل. بدايه، تستعد العاصمه الكازاخيه استانا لاستقبال قمه تركيه روسيه الاسبوع المقبل، كيف ترى توقيت هذه القمه في ظل محاولات النظام لخرق اتفاقيات الهدنه في ادلب؟ حياكم الله، تحيه لكم ومشاهديكم الكرام. حقيقه عودنا النظام مع اقتراب اي مناسبه سياسيه ترتبط في الوضع في سوريا تصعيد عملياته العسكريه و إحداث أكبر قدر من الضرر ومن إسقاط أكبر عدد من الضحايا ممكن، ويعني هذا الأمر أصبح أشبه بنهج ثابت يعني يتجه النظام مع اقتراب أي مناسبة سياسية، بغية تعقيد المشهد أكثر، بغية إيصال رسالة أن النظام يعني يعول أكثر فأكثر على حالة الفوضى، وهي أشبه برسالة تهديد لدول الجوار أنه لن يسمح بإحلال السلام أو الهدوء في هذه المنطقة ما لم تتحقق مآرب. يعني الذي يقال أن النظام السوري نظام بشار يأتمر بأوامر روسيا، هل تعتقد أن النظام صعد من استهدافه لإدلب استباقا لهذه القمة لتكون ورقة ضغط بيد بوتين؟ يعني هو لا شك أن روسيا تحاول من فترة إلى أخرى أن تعطي انطباعا بأن النظام يتمتع بقوة معينة، بل وحتى في بعض الأحيان حاولت أن توصل بعض الرسائل أو أظهرت بعض الرسائل التي يعني اشارت الى ان النظام لا يأتمر دائما بامرها، وبالتالي هي تريد من الاخرين ان يقدموا مزيد من التنازلات لروسيا حتى تستطيع ان تقنع النظام بفعل شيء ما او المضي قدما في مشروع ما. لكن المعروف ان روسيا تسيطر بشكل كبير اليوم على مفاصل الدوله في سوريا، وان هذه عمليات تصعيد هذه لا شك انها بشكل او باخر تتم بمعرفه وتنسيق الجانب الروسي الذي سوف يستخدمها ولا شك ورقه في لقائه المقبل في كازاخستان وغيره. المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن ديمستورا يعني هو سيحاول إطلاع مجلس الأمن على التطورات طبعا الموجودة الآن في الساحة السياسية السورية، برأيك هل ما زال لمجلس الأمن دور في الأزمة السورية؟ لا، هو لا مجلس الأمن ولا غيره من المشاريع الدولية تمتلك اليوم مفاتيح حل حقيقي داخل سوريا، ولذلك يتم التعويل على التجمعات الأصغر مثل اللقاءات الروسية التركية أو اللقاءات الروسية التركية الإيرانية أو لقاءات أخرى وما إلى ذلك. يعني هذه التكتلات الصغيرة تقوم اليوم بمحاولة المضي قدما في مسألة سورية بشكل أو بآخر بشكل بديل عن الكتل الأساسية الكبيرة والأحلاف الضخمة في المجتمع الدولي والناتو وغيرها من التكتلات الكبيرة التي كان المفترض أن يكون لها دور في الحرس. أخيرا، كيف ترى مستقبل اتفاق سوتشي بشأن إدلب بعد لقاء أردوغان بوتين المرتقب؟ يعني هو يبدو أن الاتفاق أو مسار سوتشي كما يعرف لا يمضي، يعني يتعثر في كثير من النقاط ولا يبدو انه يمضي كما خطط له بالضبط، لكن لا يتوقع ايضا ان يتم التخلي عنه من قبل الدول التي مضت به بسهوله، لانه رغم كل التعثرات التي يمر بها او رغم كل السلبيات التي يعانيها الا انه يبقى المسار الوحيد الى الان بالنسبه لهذه الدول التي استطاعت ان تحقق ما تعتبره شيئا ما من خلاله، وبالتالي سيحاولون التمسك به وانقاذه قدر الامكان قبل التخلي عنه. السيد باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات، شكرا جزيلا.